نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله. إليكم البيان اليومي المحدث لوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر عن يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 1304 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي. أعلنت أيضا وزارة الصحة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 1669 حالة، وتم تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و22 حالة وفاة. وأعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا كوفيد-19 ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم 1304 متعافين. وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 22 حالة جديدة. وقال مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر أيضا مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 5042 حالة، من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و359 حالة وفاة. وفي هذا الصدد كشف مجاهد أنه من خلال عمل لجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات. وأضاف أيضا أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول. وتناشد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة، وحتى يتسنى للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظا على حياة المواطنين. كما ناشدت الوزيرة مجددا كافة المواطنين ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي. وفي حالة الشعور بأي أعراض يرقى الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105-15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. نتمنى الكل إن شاء الله المرضى بالشفاء العاجل، وربنا يرحم كل اللي ماتوا ويصبر أهليهم إن شاء الله. ولو لسه بتشوف القناة لأول مرة ياريت تدوسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا، ولايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة أمي هنونة تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.